عاد الزمن الشاذلي أبو الحسن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أما ثمن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أيوة قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن قطب الأقطاب مدى الزمن أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له بحر الأسرار إمام هدى الروح له قد دل على المولى وسام بالفضل إلى أعلى كناني قد دل على المولى وسامى بالفضل إلى أعلى كناني وأتى في هذا العلم بما قد زاد على بها فناني قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن قطب الأقطاب الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح بحر الأسرار إمام هدى الروح معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنان معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنان ورسول الله وسيلته فاضرب من هاتيك السنن قطب الأقطاب الشاذلي قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي بحر الأسرار إمام هدى الروح له بحر الأسرار وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدراني وأساس بناء طريقته تطهير النفس من الدراني فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالله استعيني قطب الأقطاب الشاذلي أبو الحسن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار الروح له بحر الأسرار وافنى عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فاني غب وافنى عن
الأكوان فمن يبقى إلا من فيه فاني. وادخل أبواب الغيب وسل ما شئت وللأسرار صني. قطب الأقطاب الشاذلي أبو الحسن. أيوة قطب الأقطاب الشاذلي أبو الحسن. بحر الأسرار إمام هدى الروح له أبو الحسن. بحر الأسرار إمام هدى الروح اشرب كاس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكوني. واشرب كاس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكوني. ولحب رجال الله فمل فإذا بالكل أبو الحسن. قطب الأقطاب أبا الشاذلي أبو الحسن. قطب ال... لا 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 الشاذلي أبو الحسن. بحر الأسرار إمام هدى أدنى ثمني. بحر الأسرار الأقطاب مدى الزمان الشاذلي أبو الحسن. قطب الأقطاب مدى الزمان الشاذلي أبو الحسن. الله.